هو السيسي سماها فوضى أكثر من مرة، الفوضى اللي حدثت في 25 يناير. يعني هو المشهد كله عبثي في مصر، وعبثي أحيانا يتجاوز الكومي كتراجيدي، يعني أحيانا يبكي ويضحك في نفس الوقت. أن مصر هذه اللي عدد سكانها يقترب من 100 مليون، لديها إمكانيات هائلة، موقع استراتيجي، تعود إلى عمق التاريخ وعبق التاريخ، ما لديهم من حضارة فرعونية، كل هذا ينتهي اليوم في شكل رئيس أقل وصف يوصف به أنه معتوه، ناهيك على أنه قاتل وأنه يقوم بعملية تخريب هائلة للدولة المصرية. يعني لو أن إسرائيل في قيل يوما ما أنها عدوة لمصر أرادت أن تفعل شيء، لما استطعت أن تفعل ما يفعله السيسي اليوم وعسكره. في خضم هذه الصورة يتم أولئك الذين ثاروا من أجل الحرية والكرامة والعيش والخبز والعيش الكريم إلى آخره، الآن يا إما في السجون، يا إما في القبور، يا إما في المنافي والملاجئ. في هذا الوقت يأتوك بصورة اللي تفضلت بها أنت أيضا، وهي أنه وكان هذه الثورة هي مؤامرة قامت بها حماس، قامت بها غزة المحاصرة التي تحاصرها كل جهات الدنيا، وعلى رأسها صهاينة العرب كما صهاينة اليهود، هم الذين فتحوا السجون وهم الذين قاموا. يعني الشعب المصري اللي خرج بالملايين فيما بعد، الشعب المصري اللي عشرات السنين وهو ينتفض وهو يندد وهو لا يتم إبعاده تماما، مثل التهريج اللي حدث في 30 يونيو وتحدثوا عن 30 مليون مصري في الساحات العامة، ثم تبين أنها كانت كذبة كبرى وأنها كانت لعبة سينمائية وإخراج سينمائي، لكن بطبيعة الحال كان في إعلام في الداخل وفي الخارج ساعدهم على إخراج هذه الصور. هذه العبثية في الحقيقة نحن على أبواب نشارف على نهايتها، ولكنها بكل أسف ستكون نهاية عصيبة وعصيبة جدا. ستكون المرة القادمة الكل يتوقع أن الانتفاضات القادمة والثورات القادمة ستكون من العنف، بحيث أنها لا تسمح أن يحدث لها ما حدث في البداية، وهو أن السيسي اللي كان في اللي البلطاجي شخصيا كان يحذر منه، أطلق الله سراحه وإخوانه، يحذر منه يوم كان في قضية الجمل، في موقعة الجمل، لأن يعني هو اللي أشرف عليها وجلس مع البلتاجي في موقعة الجمل موقعة الجمل، وكان فشل ذريع، وكان البلتاجي دائما يعني متحذر منه ويحذر منه، لكن للأسف وجدناه على حين غرة وحين غفلة، أحيانا طيبة فوق ما يجب أن يكون وزير للدفاع، ثم يقوم بما قام به. نحن نعيش مرحلة حيث ما نظرت، سواء في مصر، في الجزائر، في السعودية، في سوريا، في العراق، في اليمن، في السودان، في كل مكان ترى أن الأشياء تثور وتثور بطريقة عجيبة.